السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على أحمد قندوسي، لاعب اللي راه يلعب في الأهلي المصري ويساهم في فوز الفريق في الدور أبطال إفريقيا. حنا كاع الناس راكم تهضروا فلان فلان فلان، يا هل ترى هذا اللاعب مكاش المكانة تاعو؟ مش قلتوا باللي بيديروا تجديد ثورة ومنا ومنا ومنا، ولا غيبة يجيب واحد من الهاق تما زوج باينين عوار وآية النوري والاخرين، واحد من رومانيا، واحد من كيما سبعة عجوان تعقلوا عليهم. انا على بالي باللي نضركم، انا على بالي وانا بروحي ندير تصريحات باش تنضروا. انا راني مديور باش نديركم تصريحات باش تنظروا. هذا المدرب مش يشوف في قندوسي، احمد قندوسي هذا المشرف تاعكم اللي مازال ما صنياش. انا مادامني نشوف كاين ناس واحد الفئه يخرجوا ينتقدوا في زويزب، خلينا الناس نعرفوا وحده ولا زوج يخرجوا ينتقدوا، انا على بالي شي كاين. خلينا زويزب ما يصلحش كاع، على بالي بلي من نهار الاول نهار اللي بغا يترشح قلنا لكم يا ودي انو الشيطان، انتوما قبلتو به خاطش علاه المشرف تاعكم كان دايره نهار الاول، ومي الكونترا مازال ما تسنياتش راكم درتو عليه، خاطش المشرف تاعكم قال لكم تدمروا على زويزب، خرجتو تدمروا على زويزب باش تنصبوا زويزب. اليوم يعني الكونترا مي ما دارتش ومازال ما تسنياتش الكونترا، راكم درتو على زويزب. هذه هي القصة تاعها. حنا نعاودو نتكلمو على هذا المشرف تاعكم، هذا المشرف يا ترى ام ما قالولوش على احمد قندوسي اللي راه يلعب في الاهلي مسار ورا مخلع فيه، خاطش كاين اللي راه اونسيان جوار في مصر يعني افضل بكثير في التاكتيك دو جو من هذا المشرف تاعكم. مثال ظهري درنا دو دو مع بوركينا فاسو، في ذيك الليله كان يتفرج احمد شوبير، كان يتفرج اونسيا غارديا تاع مصر ويعرف كرة القدم هذا، خرج قال لهم اتمنى يعني ماتش دو باراج نطيح مع الجزائر، ما غلط شيء. خرجوا الناس تاسكون وانت منا، قلت لكم يا جماعة هذا يعرف ولا هذا، والله العظيم وانا كنا عارفين كنا نشوفوا المستوى تاعنا طايح، قلت لكم راه عارف روحو شنو يهدر. وما كوطحنا مع مصاروة، كنا غادي نخلصوا الاولى والتاليه، كنا غادي نخلصوا الاولى والثانيه الى ما على بالكمش. مزيان طحنا مع الكاميرون منتخب ضعيف، خسر ربحنا 1-0 وخسرنا 2-1، مزيان طحنا معكم وكنت طحنا مع مصر، بالك راكم شفتوا مصر يعني مع السنغال كيفاش لعبت، يعني مباراه مع السنغال حنا كون قلبتنا السنغال ثاني كنا نخلصوا الاولى والثانيه. مزيه كنا هافينهم بديك 35 مباراة، كانت الناس تتهرب بديك 35 مباراة برك اللي كانت محشيتلكم بها، 35 مباراة اللي كانت محشيتلكم بها. توما هذا أحمد قندوسي ما شفتوش ولا ميجام سعيدة من عين السلطان، هذه عين السلطان من أخير ناس اللي ما تعرفهمش، أنا رواة عندهم نعرفهم مليح، يعني عين السلطان يعني نقولوا وين بلاصة تاع شلالات، منظر خلاب منظر، وكي تروح عنده ما يذبح لك دجاجة، والله لا يذبح لك كبش، والله العظيم هذه أنا نقولها لكم والناس راهم يشوفوا فينا، ناس متواضعين ناس كرماء يعني مكاش، كي تروح يذبح لك كبش أنا حاضر فيها، أنا شفتها قدامي، والله لا كي تروح لا يذبح لك كبش. وعندهم واحد العادة كي تروح عندهم ضيف يعني هذو تاع الدشرة تاعهم لي فماك قاع يجو يحوسو يتعرفو عليك، عادة تاعهم، والله لا يذبح لك كبش. الشواء عروبي يعني كلش عروبي، كلش عروبي كيما نقولو حنايا، عروبي كلش عروبي، شواء عروبي شكاز هاديك تاع الماشينة ولا كلش عروبي، حتى الملفوف بالدوم يخدم الماكلة تاعهم ما تصيبهاش قاع. هذا احمد، خلينا من هذا الصوالح، احنا غير هدرنا على الكرم
تاع هذه البلاصه اللي ساكن فيها احمد قندوسي هذا. يعني هذا ما راكم تشوفوا فيش انكم راكم تهضروا على فلان 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 فلان. انا تفكرت هذا وين صانع العاب الاهلي المصري، يعني وين ساهم الجزائري احمد قندوسي صانع العاب الاهلي المصري. خاطش عندنا كان اللي قال لك كيما الاخر سموه معطاوي قال باللي انتم تهضروا على السعيون تهضروا على احمد قندوسي والمدرب ما يلعبش بصانع العاب. الكرة الحديثة إلا ما عندك صانع ألعاب يا أخويا ما فهمناكمش نتوما كيراكم كي تبغوا تشيتوا تبغوا تعاونوا واحد اللي يكون فاشل. والله ما فهمنا كاع، والله ما فهمناكم. وين استغل القندوسي وين ساهم أحمد الجزائري أحمد قندوسي صانع ألعاب الأهلي المصري في فوز فريقه عبر تسجيل هدف فوز في شباك القطر الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا. واستغل القندوسي عرضية على علي معلول ليوجه برأسية داخل المرمى يعني محرز الهدف الثاني في الدقيقة 40 يعني من المباراة التي احتضنها الملعب السلام ومؤجلة من الجولة الأولى لمرحلة المجموعات. وانضم أحمد قندوسي إلى الأهلي في جونب الماضي قادما من وفاق سطيف الجزائري، لكنه لم يخوض يعني منافسة كأس العالم للأندية لارتباطه بخوض كأس أمم إفريقيا للمحليين مع الجزائر. وتقدم الاهلي بهدف يعني وين شوف كيفاش بصح حنا ما يجيبوش هذو يعني ما جابوش ما يجيبلكش اللعابه ولا يعني ما يجيبلكش اللعابه الا هنا تما راه قانع يعني بزوج لعابه ولا ثلاثه برك هذا ما كان قانع بهم وصايك يعني ماشي قضيه تاع قانع بهذو اللعابه برك هذا مكان يعني صايك راني يعني جبت لكم كما قال لكم المكلف بالاعلام ها راه جبنا لكم قال لك جبنا لكم اللي طلبوا بهم الجماهير ها جابوا لنا اللي طلبوا بهم الجماهير صايك اللي طلبوا بهم الجماهير راهم جابوهم لكم هذه يا خويا زيدوا هضروا على 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 مرسقان على عصاد على كويسي اي يجيبوا من فريق هذه يا خويا زيدوا هضروا على مرسقان بالك يجيب لكم مرسقان يا ودي والله ما يكونش يا ودي ما يكونش تغيير حقيقي لازم تغيير حقيقي بمعنى الكلمه المنتخب الوطني في تشكيل المنتخب خاطش على ما هكاش ما تمشي تايا كيفاش نتمشي انت كيفاش تهضر مع الناس هادو ما هي تشوف فيها تريقل فيها باش تشوفها كيفاش هي ماشيه ما خاطش كاين لعاب لي يطيحوا عليه لعاب كاين المكان كيما مخروق مخيوس محيوز محيوز او بالنوم 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 يعني تقعرو انا نقول لكم ما مليا ما كان والو اقعدوا كيما هكا دسوا لعاب كيما ماكسيم لوبيز هذاك من لعابه نورمالمون كون راهم كاع يلعبوا هادو لعابه هادو نورمالمون كاع بصح للاسف يعني طاحوا مع وقت في وقت يعني الناس تخدم مصالح تاعهم خاطر هذا احمد قندوسي يعني كاين واحد دي ماناجير ما داو معاه والو ما يجيش اللي كيما نصور هذا احمد قندوسي لازم يتحول للوكاله تاع قطر باش يجي اللي كيما نصور لو عقلو مليح شان نقول لكم هذو لازم ديروا كون ديروا عليه ضغوطات يجيبه ما ديروش عليه ضغوطات ما كاش ما من الاعلام باش يهضر عليه ما يهضروش عليه خاطر ما يساعدهمش انا نقول لكم ونعاود ما يساعدهمش احمد قندوسي شي يديروا به ما كاش ما خاطش عليه مناجر ما عندوش مناجر تابع للفيرما ما كاش احمد قندوسي راح المصد باعه سرار باعته وفاق سطيف هذا ما كان على ذلك ما عندهمش فايده فيه ما يدي يلعب ليك ناصر ما يدوش معاهم اللهم ما تحط 200 ألف أورو والله ما تدخل
اوكي واحد الامور خليها لربي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.